رمز ليه جماهيريه وشعبيه جارفه بجد، الكبير والصغير الاطفال بيحبوه. الكاميرا الخفيه ان انا اخد حد ان انا اعمل فيه مقلب، انا شايفه من وجهه نظري ده عادي، يعني ده عادي هو ناجح اصلا. رامز بنحب بعض بحب عشق يعني. ايوه يعني تهيالي انه لو رامز عمل مقلب في ياسر يعني نهايه رامز مش هتبقى كويسه. يعني انا ما اتخيلش ان هو الشخص ممكن يتقبل المقالب دي. هو انا بطبيعه شخصيتي ان انا ايه، انا بحب الاحترام يعني، بحب احترم نفسي واقول اللي قدامي يحترمني قوي يعني. فلكن مع رامز يعني لو انا في لحظه فقت على ان ده اخويا استحاله يعني هيكون رد فعلي. الناس كلها فاكره ان انا هعمل وهسوي فيه، بس انا بطبعي انا اسف اللي هقوله مش بطلع في برامج كتير يعني ايه، بروح للناس المحترمه اللي زي حضرتك كده. اشكرك. فانا ايه مش هيلاقيني وبعدين وبعدين ما بطلعش برامج بفلوس يعني. انا مثلا يجي يقول لي تعالى اعمل برنامج في حته فلانيه خد فلوس، اقول له لا ده حقيقي.